22 ايار 2020 حلقه جديده من برنامج لبنان اليوم، ورح نحكي اليوم عن الامن الغذائي. هذا المصطلح اللي صرنا عم نسمع فيه كثير بنشرات الاخبار وبالتقارير وايضا بكل التقارير الدوليه وحتى المحليه، وخصوصا بعد وباء الكورونا، من بعد ما انتشر حول العالم صرنا عم نسمع عن الامن الغذائي ومدى لبنان مستعد بهذا الموضوع او عنده نقص بالامن الغذائي. بصرني استضيف معنا بالاستوديو الاستاذ الجامعي انطونيو خباز، حضرتك المهندس وايضا قيادي في حركه مستقلون، اهلا وسهلا فيك. مرسي كلك ذوق. يعني اليوم هذا المصطلح صرنا عم نسمعه مؤخرا بالامن الغذائي، كنا نحكي قبل عن الامن السياسي، الامن، المشاكل الامنيه، بس ما كنا نسمع مصطلح الامن الغذائي. بس نقول الامن الغذائي شو يعني؟ اوكي، بشكرك للاستضافه. الامن الغذائي بالانجليزي ترجمته الفود سيكيورتي، يعني نحن كل يوم بدنا ناكل وجبات، ثلاث وجبات ما هيك، هالوجبات بده يكونوا مأمنين تنوعا وكما. اليوم اي شورتج، اي نقص، ما تاخذني بدي احكي شويه انجليزي، حاول انا وياك، لا ما بيأثر. كل نقص بهالوجبات نوعا وكما بيأثر امنيا على الانسان من الناحيه الغذائيه. فود سيكيورتي، وفي مصطلح ثاني اسمه سيكيورتي اوف فود، هذا مصطلح عسكري. يعني قديش اليوم عم نقدر نهجم على بعضنا عسكريا اذا بدك عبر الغذاء. يعني الجيوش بتجرب تاذي بعض امرار بعض الاغذيه، هذا موضوع ثاني ما نحن نحكي فيه اليوم. اوكي، لازم يكون الاكل حسب يعني توصيات منظمه الاسكوا، لازم يكون هو متنوع اكثر ما هو عدد، يعني قد ما يكون في يعني يكون في فاريتي اكثر ما هو يكون في كوانتيتي. مزبوط، صحيح. اليوم خلينا نبلش ب شوي معلومه عالميه. اليوم عدد سكان العالم اذا فينا نشوف على السلايد، يا تقريبا 7.8 مليار. الصوره اللي قبل، اول سلايد اذا فينا نشوف. مزبوط. حسب الفاو 10.7% جوعانين، يصنفوا غير امنين غذائيا. يعني ما انه متوفر لهم الغذاء الكامل. هلا فينا نقول واحد بياكل وقعتين بالنهار، هذا يعتبر غير امن غذائيا. بده واحد ياكل ثلاث وقعات بالنهار مع كل العناصر الغذائيه اللازمه. اوكي، فاذا 10% من عدد سكان العالم هو غير امن غذائيا. هلا شو هن عناصر الامن الغذائي؟ ثلاث عناصر كثير مهمين، حضرتك طرقت لوحده منهم. اول شيء بالانجليزي الافوردابيليتي، او القدره على تحمل التكلفه، او القوه الشرائيه. اليوم هل نحن معنا مصاري نشتري اكل؟ البعض ايه البعض لا. اليوم اذا بدنا نشوف في بالعالم مؤشر عالمي او الجلوبال فود سيكيورتي اندكس، مؤشر العالم الامن الغذائي، بصنف الدول اذا فينا نشوفهم، بنشوف انه اكثر دوله امنه غذائيا هي سنغافوره. سنغافوره لانه هي عند المواطن عنده قدره شرائيه، الغذاء متوفر، وثالثا الغذاء متوفر جوده وسلامه. يعني الغذاء بده يكون متوفر نوعا وتنوعا وكواليتي وسيفتي، جوده وسلامه. طيب لبنان وين بهالمرتبه بهالرانك؟ للاسف لبنان مش مبين. اول شيء مش مبين لسببين. اول سبب لانه القوه الشرائيه عندنا واطيه. توفر السلع، نحن منا بلد منتج زراعيا، كمان ضعيف. واذا توفر كمان الاجراءات السلامه اللي عم تتطور كمان ضعيف. هلا مش مصنف بهالمؤشر هذا لانه لبنان، حتى لانه هالدول هالمؤشر هذا بيطلب من الدول تعطيه معلومات، حتى نحن منقصر كلبنان نعطي معلومات لهالمؤشر ليصنفنا وين. طيب انا عندي هون سؤال، عدم توفر الغذاء بلبنان كيف يعني؟ هن بس فقط بيعتمدوا المؤشر هو الغذاء الانتاج المحلي، ولا حتى الاستيراد ما بيعتمدوا؟ لا، كيف لك يعتبر كل شيء انتاج محلي واستيراد. يعني سنغافور ما بتنتج شيء، مستورد، بس فينا نشتري. خليني اعطي بس مثل عن السلع الغذائيه. السلع الغذائيه اليوم مؤلفه من خمس خصائص. يعني اليوم تاكل انا بدي اغطي سكريات، بروتينات، دهون، فيتامينز، واملاح معدنيه. هون في حاله صارت اذا فينا معنا وقت نضطر لها، هي موضوع اكتشاف الفيتامين سي. البحاره الانجليزي سنه 1900 راحوا ابحروا شهرين ثلاثه، بتاني شهر هالبحاره خفت همتهم، بقوا يقدروا يعربشوا على الصواري، بلش يتبقع جسمهم، بلش يهر اسنانهم، اكتشفوا بعدين انه عندهم نقص بالفيتامين سي. هذا عنصر واحد غذائي من مجموعه فيتامينز، فيتامين سي سموه سكوربوت، واكتشفوا الاسكوربيك اسيد هو الفيتامين سي، اللي بعدين صار
القبطان يعني يجبر كل البحاره يعطوا عصير، صاروا مسخره لغير بحاره انه هودي جماعه الاكليل العصائر سموه. استاذ انطونيو، انا اذا بدي ارجع شوي لتصنيف الدول، قلت لي لبنان مش موجود بهالدراسه او بهالتصنيف لانه لعده عوامل. شو ناقصه لبنان؟ يعني خلينا نحكي عن هالموضوع، لبنان شو ناقصه؟ ليش ما عنده اكتفاء بالامن الغذائي؟ ما عنده اكتفاء بالاستيراد؟ ما عنده، شو ناقصه لبنان؟ اذا بدنا نحكي باكتفاء زراعي، في سلايد تفرجينا كمان ترتيب الدول حسب الاراضي الصالحه للزراعه. اوكي، بدنا نطلع شوي سلايد ثاني مطرح ما في استراليا اول دوله. بس عم نطلب رجيء يغيروا على كل، فينا نبلش حديث. اوكي، انه اليوم استراليا هي اهم دوله بحسب الاراضي الصالحه للزراعه. يعني كل مواطن بيطلع له تقريبا 2 هكتار زراعي. اوكي، ولكن استراليا منا الاولى بالامن الغذائي. يعني ما خص قد ايه عندي انا اراضي صالحه للزراعه، بده يكون عندي اراضي صالحه للزراعه وممكن يكون انا اقدر استورد. نرجع لموضوع الافوردابيلتي، انا اقدر اشتري ويكون السلعه موجوده. اوكي، فاذا لبنان كثير بعيد بهالموضوع هذا، لانه حتى المساحه الزراعيه هي لا تكفي للاكتفاء الذاتي. اذا كل لبنان زرع يعني. اذا كل لبنان زرع ايه. اوكي. طيب غير المساحة الزراعية كمان ما عنده قدرة بالاستيراد، عنده نقص بالاستيراد؟ ما عنده نقص بالاستيراد لحديث اليوم. لأنه نحن، أنا كمان جاي شوية أرقام، نحن ما كتير بيلزمنا من ناحية سلع أساسية، سلع غذائية أساسية. يعني اليوم كلنا بنشوف حصة غذائية، شو في بقلبها؟ فيها حليب بودرة، فيها زيت، فيها طحين، فيها هول الأساسيات. هول الأساسيات اليوم يعني كرقم اقتصاديا منه كبير تنقدر نستورده من برا. كل حفلة كلها سوا بين حليب وأجبان وكل هولي ما بيطلعوا مليار دولار بالسنة. يعني عملنا دراسة لثلاث سنين لورا، ما بيطلع بدك مليار دولار. ليه عم بيحذروا أنه نحن مقبلين على أزمة جوع؟ على موضوع الأفوردابيليتي، على موضوع قدرتنا أنه نشتري. نحن اليوم لأنه ليرتنا شو صارت تسوى تجاه برا، هيدي الفكرة. أنه نحن اليوم بطلنا قادرين، بطلنا السلعة هي أفوردابل بالنسبة لنا، متوفرة. لا بل خلينا نفتح حليلين، في بعض الدول بلشت تتأنن. يعني عم نسمع اليوم انه روسيا بلشت تقنن بالقمح. انا عندي شخص من احدى التجار بيستورد من برا، بده كل فتره 10 كونتينر عدس من كندا. اوكي، قالوا له هالمره 6. طب ليه؟ لانه الدول بدها تامن حاجتها من الغذاء لها قبل ما تبيعه. طب هيدا هو سؤالي، ليش هلا عم يصير في نقص؟ ليش ما كنا نسمع هذا السيناريو؟ لانه صار في كورونا. بس من وراء كورونا. ليش في كورونا؟ اليوم كورونا أثرت على الزراعة. أوكي، وأثرت أكثر على الصناعة. يعني اليوم أنت كنت تزع على المصنع، في 1000 مصنع، في 1000 شخص بالمصنع عفوا، اليوم ما فيهم يكونوا حد بعضهم، بدهم يبعدوهم. أول شيء في النقزة، النقزة اللي هي عطلت العالم كله سوا شهرين، بطلوا يشتغلوا العالم. أوكي، صاروا ينزلوا مع كل الاحتياطات السلامة والغذائية ويشتغلوا شوي زيادة وشفتات أكثر، بس صار في نقزة. اليوم العالم ما تتسع شغله، والأشغال هيدي هي شو؟ صناعة وزراعة وكلهم سوا أثروا على هالشن، على هالسلسلة تبع الغذائية. بالعودة لموضوع لبنان، هل تعتبر انه السياسات كاملة اللي تبعتها الحكومات، يعني من عهد فؤاد شهاب هو يمكن الوحيد اللي عطى يعني خلينا نقول مساحة ومارج كتير كبير لتشجيع الزراعة، ومن وقتها بعدين يعني كتير تكلمنا على الخدمات وقصص المصارف ويعني القطاع الخدماتي أكثر من القطاع الزراعي، كمان هذا الشيء أثر علينا كلبنان نحن؟ ليك برجع لموضوع كل اللي قلناه بيأدي له نحن بلد غير زراعي. يعني اليوم بأمريكا سهل القمح وسهل الدرة، بتروح الحصاد الصبح ترجع الليل بتكون عملت كولون واحد. نحن منو بلد زراعي، بس نحن معنا هالثقافة حتى لازم ننشرها. هذا هو اللي بدي يعني. لازم ننشرها. نحن اليوم بلد لازم نتكل على القيمة المضافة، على الأدد فاليو. اليوم بدي أسألك سؤال، ببلجيكا وبسويسرا كم نبتة كاكاو في؟ ما في. ما كاكاو يزرع بأفريقيا. ايه بده قصص استوائية. ما في. طيب وين أحسن نوع شوكولا بالعالم؟ بلجيكي وسويسري. فإذا هون نحن بدنا نفكر بهالطريقة هيدي، إنه نحن نكون عندنا أدد فاليو، نجيب ونخترع ونعمل قيمة مضافة لكل سلعة غذائية. يعني هاي هي الصناعات الغذائية اللي بنقولها. هيدي هي الصناعات الغذائية. أوكي. كوركت. سو أنت لازم يعني نحن بنشجع لازم نستورد المواد الأولية أو خلينا نقول العناصر الأولية للزراعة تنعمل مواد غذائية ونصدرها. يعني مثلا الطحينة والحلاوة. نحن ما بنزرع سمسم ولا مستعدين نزرع سمسم، لانه السمسم بده طقس معين. يعني السودانية معروفة بالسمسم، بس نحن فينا نصنع حلاوة بكذا طريقة، كذا نوع،
ونصدر حليب، يكون عملنا بهالشغلة هذا قيمة مضافة للسمسم. بس هلأ لبنان هو أمام أزمة استيراد هالمواد الأولية؟ هو أمام أزمة سيولة. الاستيراد رح ينحل مع الكورونا من ناحية الأفيلابيليتي، من ناحية التوفر المادي. إنما نحن مشكلتنا بالهلأ طلع امبارح قرار إنه في رح يسهلوا مواضيعنا، إنه عملوا حساباتهم وبينوا القصة كلها سوا. شو مليار دولار؟ شو مليار دولار بالسنة؟ يعني اليوم فيك تقسم على مراحل وتجيب ملح تستوردهم كلهم فرد نهار، من هي الغذاء بريتشبل يعني بينتزع، بدك تخزنه على مراحل بتجيبه كل شهرين كل شهرين كل شهرين. هاي القصة ان شاء الله وبالمبدا رح تنحل. طيب انا رح احكي شوي هيك اسئله يعني من الناس. اول شيء في تقرير صادر عن الاسكو عم بيقول 15% من الاطفال دون ال 15 يعانون من قصر القامه لانه عندهم سوء تغذيه بلبنان. هل قد نحن ارقام كبيره في عنا سوء تغذيه لاطفال تحت ال 15 بيؤدى الى قصر القامه؟ الاسكو لتعمل دراسه بتعملها بيز على ايفيدنس على حقائق. اكيد ما اليوم هو سيركل. نحن اليوم اذا مره حبلي عندها سوء تغذيه رح تجيب ولد عنده سوء تغذيه، ولح يكون عنده سوء تغذيه، ولح يروح قدرته الاستيعابيه العقليه رح تكون واطيه، وما رح يتعلم وما رح يلاقي شغل ذو مستوى، وانه رح يكون فقير والفقير ما قدر يشتري اكل. هيدا السلسله كلها سوا عم تبرم. نحن اليوم وحتى الامم المتحده حطت 17 هدف سستينبل جول سميناه هون من هلا ل 2030. اول هدفين حضر شو هن؟ نو بوفرتي نو هانجر، لا فقر ولا جوع. سنة بال 2020 وعم بيزيدوا. لا ما عم بيزيدوا ما عم بيزيدوا. هلا بدي افتح موضوع كثير مهم. تفضل. بموضوع النفايات. يعني بنسميهم الفود لوس والفود ويست. ونحن اليوم بلبنان معروفين بمد الصفر. 100%. يعني مد الصفر. عمل دراسة مع أحد الطلاب بمنطقة من لبنان. بين تقريبا في عندك 40% هدر بالغذاء. والفاو أكدت هالدراسة. فاو بتقول العالم كافي غذائيا ولكن 1 على 3 بروح هدر، يعني زبالة وعدم إدارة هيدا. وأمرار اليوم التجارة بتفوت لأنه ليش؟ بقول لك أنا ما بدي خفف لسرعتها قيمتها للسلعة، يعني أنا خليها معي بتضل الفاليو تبعها بتضل قيمة تبعها عالية. أوكي بتضل محافظة على سعرها كبها وما ببيعها. وهذا غلط. هذا غلط على مستوى الإنساني. يعني انت كمان تدعي لتغيير سلوكيات اللبنان بال اكيد. هلا اذا بدك نحكي بالحلول اخر شيء من ضمن رح نفوت على الحلول من ضمن هالاشياء. هلا شفنا وقت ما بلشت ازمه كورونا والازمه الماليه والاقتصاديه عم نشوف على السوشيال ميديا كمان ناس عم بلش تزرع. صحيح. بلبنان يمكن اللي عنده بالكون عم بيزرع واللي عنده شقفه ارض عم بيزرع. صحيح. هيدي قد ايه يعني اوكي يمكن حل بسيط يمكن هو تسليه اكثر ما هو استفاده غذائيه على مدى تضيع وقت قاعدين بالبيت هذا بعيد، لكن هذا الشيء النهج عم يتغير عند اللبنانيين. انت بتشوف صاروا مستعدين اللبنانيين بحسب دراساتك بحسب متابعتك للموضوع مستعدين تيفوتوا ب خلينا نقول نهج الزراعه والنهج الاكتفاء الذاتي؟ لك كل انسان بهالحياه بده صدمه. صدمه بتوديه لمطرح، والحاجه ام الاختراع. اليوم الناس اخترعت شيء لانه كان بحاجه له. كل الاختراعات ناتجه عن حاجه معينه. اليوم حست ناس في حاجه لمصاري وفي حاجه انه تنزل على السوق، لانه الاكسس للسلع الغذائيه كمان مهم. انا مش عم بقدر انزل. ما في اطلع بالسياره مجوز مفرد ما بعرف شو. اوكي في كثير يعني معوقات لهالاشياء هيدي. فاذا الزراعه اليوم البيتيه اللي هي ما بتاثر بالشكل الماكرو على الامن الغذائي منيحه. فيك تزرع اليوم عشاب تحت البيت، فيك تزرع فلافلي، فيك اشياء هيك بستين صغير، بس على مستوى استراتيجي ما فيك تزرع قمح، ما فيك تزرع رز، ما فيك تزرع درة، هودي محاصيل بنسميهم، هودي اللي بيعطونا امن غذائي مستدام اذا بدك طويل الامد، اوكي؟ في واحد يربي دجاجتين 10 دجاجات حد البيت، في ربي بقره، في ربي معزيه، واي نوت؟ لازم واحد يرجع لهالتقاليد تبعنا وتراثنا ويرجع يزرع ويحس حاله عم بياكل من شيء هو انتجه. كثير منيح. استاذ انطونيو يعني ننطلق بخصوصة الامن الغذائي لازم يكون عندنا ارقام ولازم يكون عندنا دراسات، هل لبنان نعم. عنده هالارقام وعنده دراسات معينه؟ حسب شو؟ في ارقام، يعني في ارقام مثلا لشو مستوردين نحن سلع غذائيه، واذا بدك انا جبتهم كمان باوربوينت، هذا اللي عم نشوفه هلا هو خريطه الفقر في العالم او المجاعه هلا على الهواء. اوكي. اوكي بنشوف البلدان اللي لونها ازرق هي أوكي. إذا بدنا نور عليهم سريع بتشرح عن كل صورة ما عندي مشكل بعد هذه الصورة إذا أوكي. نحن إذا بنرجع للأرقام أنا حاطط كم سلايد عن الاستيرادات. أوكي. يعني شو مستوردين نحن من برا. يلا يلا أوكي. هيدي الدول الأكثر فقرا هو أي لون أكثر فقرا؟
هو البوردو. البوردو احنا لبنان، لكن احنا وين؟ اوكي احنا بالاصفر. نحن مثلنا مثل قبرص اذا بتشوف يعني. مش عيب. اوكي اوكي مثل الاردن نحن بين 5 و15 هالنسبه هيدي. اوكي نرجع. اوكي اوروبا تركيا احسن اكيد كموضوع امن الغذائي. هيدا اتجاه الواقع الامن الغذائي، هذا موضوع. أوكي. اتجاه الواقع الامن الغذائي للاسر في لبنان. هلا مش كل يوم بيعملوا دراسه، بياخذوا بوين ريبير نقطه صفر وبيعملوا دراسه. هيدي الدراسه خلال 3 سنين من 2013 ل 2016، ومتجهه نفس الشيء. اذا بتشوف الارقام انه الواقع عم بيسوء، لانه بنرجع لموضوع القدره الشرائيه. هذا الواقع عم فرجينا انه الاحمر عم بيزيد فوق البيج 7% عم بينقص. اللي هن اكثر شيء امانا الاحمر، هن انسكيور، غير امنين غذائيا. مش عم مش معناتها هلا الارقام لا تنوعا عندهم ولا يعني هلا 2020 صرنا اكثر من 34 اكيد. ما في دراسه، انا شخص علمي ما بقدر جاوبك، بس ممكن يكون بعد تصاعدي، لانه كمان عندنا مشكله السوريين. السوريين كمان زاد عدد، فاذا زاد عدد السكاني ودش الامن الغذائي للنازحين السوريين. هذا كثير اكيد اثر. طيب انا يعني هلا صحيح انت علمي وتدرس الارقام، بس انا اكيد زادت عن 34 بي. هيدي المعدل هذا الارقام اذا بدك فينا نناقشهم بموضوع الاستيراد. نحن شو مستوردين خلال، نحن شو اكثر شيء بنستورد؟ قمح ورز ودرة. اوكي يعني اذا بدك فينا نفوت بالتفاصيل فيه. لا ما فينا نفوت بالتفاصيل، نرجع بنروح على غير صوره. اوكي اللي وراها موضوع زيوت نباتيه بنستورد. يعني هودي اللي عم نحطهم اول سلايد. طيب بلد كيف يعني متكل على كل شيء استيراد؟ يعني ما يعني كيف بده يمشي يوقف على اجريه؟ لا برجع بقول لك، في بلدان تستورد كل شيء بس عندها قوه شرائيه قويه والمواطن بيقدر يشتري. برجع بعطيك مثل سنغافوره ومثل قطر. قطر اول دوله بالقوه الشرائيه. اليوم المواطن القطري معاشه استاذ مدرسه عادي معاشه 5000 دولار، فاذا عنده قوه شرائيه، فاذا امن غذائيا. اوكي فبنرجع موضوع يعني انا مش ضروري اتكل على نفسي، بده يكون يا معي مصاري يا شقفي اتكل على نفسي زراعيا، يا شكلي اتكل على نفسي صناعيا، مش بس زراعيا، لانه اليوم الغذاء هو يا زراعي بدون اي تصنيع او صناعي يعني بنعمل له اي معالجه لاحقه. هودي الاجبان، يعني نحن بلبنان بنستورد اجبان برقم ب 160 مليون دولار. صحيح صحيح. شو بيمنع اليوم نزيد تربيه الابقار ونزيد تربيه الماعز؟ ما نحن جدودنا. طب هي غياب الخطه عم نحكي انا وياك، اذا نحن في قادرين ناثر كثير منيح. طيب نرجع فيه بعد تكك عن شيء. هودي ارقام اذا بتحب نستعرضهم، مثلا هودي مأكولات معلبه 123 مليار دولار. تخيل فينا كلهم نجيبهم هودي مواد اوليه من برا ونحن نعلب. يعني اليوم في مصانع شغلتها وعملتها تعلب لحوم تونه. نحن عندنا بحر، هلا بنحكي بالحلول، عندنا بحر 220 كيلومتر قدامنا البحر، والبحر ثروه ملوث بنعالجه ما فينا نحط على طول حصي. هي عن الحليب عم نحكي. هذا الحليب كمان رقم 114 مليار. عم تحكي بالمليار مش مليون. مليار 114 مليون دولار. مليون لا لا مش مليار. مليون دولار. أوكي. مليون دولار. لا الارقام مش كتير كبيره نسبيا كدوله، يعني كلهم سوا بيطلعوا مجموع مليار دولار. سكر يعني 84 مليار. عجائن يعني مثل المعكرونه. كله بنستورده نحن. هذا اليوم قليل كتير، نحن بنعمل شوية عجائن بيتية اليوم بلبنان ونعمل بيتزا، بس اشياء مصنعة مثل المعكروني والرافيولي والهول اشياء ما في. يعني خمائر ماشي مهم، ملح. بس نحن بتفكر شوي انه نحن بلد على البحر متوسط ملح، نستورد ملح. يعني المثل بيقول شحدونا الملح، نحن شرونا الملح. اذا كل شرونا الملح، كل برك الملح لكانوا صناعه الملح بخصوصا بحامات وبترون وانفت وهذا صارت كلها منتجات سياحيه، سو اكيد بنستورد الملح. يعني ما هذا كله بغياب التخطيط. يعني اليوم انت اذا كل الشواطئ تبعك المتر على البحر ب 5000 دولار 10000 دولار ومنك فاتح له كله للسياحه، كيف واحد بده يجي يقول انا بدي استثمر ملاحه؟ ما هذا هو اللي كنت عم بقول لك اياه باول الحلقه، انه كلنا انت ما قلت شيء غلط، انا عم فسر. كلنا ركزنا على قطاع الخدمات وعلى قطاع الفنادق يعني قطاع الخدمات بالمجمل العام، ونسينا القطاع الصناعي والقطاع الزراعي. صحيح. ووصلنا لهيدي الازمه. يعني هلا كمان اوكي صحيح كل شيء بنستورده وما عندنا الاراضي الزراعيه الكافيه للانتاج المحلي، بس ايضا انه مش معقول كمان نستورد الملح. يعني هيدي اكبر دليل على قلت لك بقول المثل شحدونا الملح، نحن شرونا الملح. 3 مليون دولار مشتري ملح، والبحر حدنا هون
شو بده بروسس الملح؟ يعني بدنا شوية يعطونا مجال نسحب من المي ونكررها ونظفها. صناعة الملح منا هينة، فيها شوية صعوبة لأنه الامبيوريتيز بالملح عالية، يعني أول ما يطلع الملح بيبقى شوي مجبل، بدك تغسله وتكرره، بس كله بنعمل، كله فيزيبل. يعني للأسف الحلول، إذا ما نروح على الحلول لأنه صار وقتنا شوي ضيق، إذا ما نروح على الحلول في خطط قدمتوا خطط لحدا طلب منكم أول شيء؟ خلينا نحكي، نحن ما بنطر حدا يطلب منا، لا حدا طلب منكم تقدم لهم خطة وطني، لا ما قصدي هيك، قصدي حدا طلب منكم من جهة رسمية تقدموا خطة علمية بالأرقام كذا ولا لا؟ نحن بنعتبر هالحلقات اللي بنعملها والندوات اللي بنعملها هي تنشر، لأنه نحن الأرقام اللي فرجيتك عليها هي من الجمرك. أستاذ أنطونيو خلينا ناخذ لحظات مع البريك ونرجع نفوت بالحلول بالتفاصيل، يعني نعمل قصة مع الحلول. لحظات مع العلاج. مشاهدينا مستمرين معكم بحلقة لبنان اليوم مع ضيفنا الأستاذ أنطونيو خباز، أهلا وسهلا فيك مجددا. يعني كنا عم نحكي عن الأرقام، عن الكوارث. أنا بالنسبة لي كانت إن إذا حتى استوردنا الملح يعني هذه أكبر كارثة. بس سؤالي، طب بما أنه نحن ما عنا مؤشر أو الرقم، خلينا نقول رسمي صادر عن لبنان، لو عنا رح يكون واطي، لو عنا رح يكون واطي أكيد منا، شو الحلول تنعلي هالمؤشر؟ ليك الحلول هي اذا بنشتغل على مستوى زراعي او على مستوى صناعه زراعيه، صناعه غذائيه. بدي كمان على مستوى الرسمي وعلى مستوى غير الرسمي رح نحكي. اليوم تتعمل زراعه بدك 6 عناصر، بدك ارض. اذا اليوم عم باجرك ارض بده اياها بالدولار، هذا اذا بدك اول بوكس اكلته شيك. بعدين عندك البذر، بذر اذا بده يكون اللي عم تستورده من برا على الدولار، هذا ثاني شغله. عندك المكانات والمعدات اللي بدها تفلح، هودي فيها قطع صيانه شيك 100%، كمان هودي بيمشرون على الدولار. الريجيشن، الري، الانابيب وانابيب كل، والترمبات والميه ملوثه، كمان هيدي غير موضوع. انت عندك هيجس تلوث اوكي، فاذا كمان هودي من برا. شو بقى؟ اليد العامله رخيصه، فاذا هودي المكونات. عندك مواد التوضيب، بلاستيك وما بلاستيك، الرو ماتيريال كله بيجي من برا، بولي ايثيلين والبولي بروبيلين، ادويه الزراعه اصلا، ادويه، اسمده، عين عليك، كلهم هودي سوا شو من برا جايين. فنرجع لموضوع الدولار، نرجع لموضوع البارير، نرجع لموضوع الحواجز اللي عم نواجهها اوكي. فاذا اتجاه نحو الصناعه الغذائيه رح يكون شوي اكثر. اذا بدك فينا نبلش بالحلول. تفضل. اوكي، الحل اول شيء على مستوى الدولي انا حبيت احكي فيه اليوم هو حل معنوي. شو ليش حل معنوي؟ هو موضوع التسميه. انا كثير بفاجئني بلبنان بعدنا بنسمي وزارات سياديه، وزارة الخارجية سيادية، داخلية، دفاع، شو بعد في دخلك، والمالية، مش هيك؟ عراسنا كلهم صار يكون البيئة والزراعة. أنا رأيي الخاص اليوم المواطن همه يأكل يكون صحته منيحة، يعني وزارة الزراعة، وزارة الصحة، هود الوزارات السيادية وهوديك. أوكي نحن بهمنا الأمن المواطن والأمن العسكري وكل شيء، مش عم نخف من قيمتهم، بس في حال مصرين على التسميات الوزارات يسمون لها الوزارتين إذا بيعملوا معروف وزارات سيادية اوكي، بس نسميه وزارة سيادية لانه في مصاري، يعني موازنات تبعهم ترفع، يرفع لها شأنا شوي، وزارة الصحة ووزارة الزراعة. فاذا هذا اول شيء اذا بدك على مستوى المعنويات. ثاني شيء بدنا ننشر ثقافة اللي حكيته باول حلقة، الفود لوس والفود ويست. يعني نحن نضحك على الاجانب انه بيشتري نص بطيخة، بيشتري 3 موزات، وبيشتري ما بعرف نص بس كيلو. وصلناها نحن، وصلنا لها، لازم نوصلها، لازم نوصلها، لانه كثير ببيوتنا اليوم بنكب اكل، هذا غلط، هذا بياثر غير مباشره على الامن الغذائي. اليوم اذا انت عم تاخذ من السوق، الشط السوق، خدتهم على البيت لعندك، كبيتهم، ما غيرك كان بده اياهم ومعه مصاري يشتريهم اوكي. فاذا هون بدنا كثير توعيه حول هذا الموضوع، انه نحن نشتري عاد حاجتنا، مش نركض ونطف وبعدين نكب، خاصه للمواد الغذائيه اللي عمرها قصير اوكي. هذا ثاني حل. الحل الثالث كمان على مستوى الدوله، انت بتعرف انه نحن لبنان بعد منا منتسبين لل WTO، منظمه التجاره العالميه. هذا الشيء بشو بدنا نتاجر؟ لا منتاجر، كيف منتاجر؟ WTO مش بس زراعه، اليوم WTO بتحكي عن برودكتس، عن منتجات، بتحكي عن خدمات، وبتحكي عن اي بي، عن انتلكتشوال بروبرتي، يعني ملكيه فكريه. اليوم كيف بدنا نفوت نحن على الدبليو تي او وبعدنا بنشوف سيديات بتنباع ب 2000 ليره منسوخه لعمل مكلف مليون دولارات؟ ما هون اليوم دبليو تي او بدك لك بدك تاخذ كثير اجراءات، بدك تشتشد امورك هون بلبنان. بس كمان بس هودي القصص كمان موجوده بكل العالم، حتى بالدول المنتسبه لهال دبليو تي او. لا اليوم في كثير
يعني ضبط لهالموضوع. بتروح على نص دين اوروبا بتشتري نص القصص فيك؟ ما شفت انا. ما انا عم بقول والله منك هي. الموضوع الثاني تتفوت على الدبليو تي او بدك تنطي معاهدات، معاهدات خاصه بالتي بي تي يعني بالاعاقات التجاريه والاس بي اس سانيتري اند فايتو سانيتري بصحه الحيوان والصحه النباتيه، هودي نحن بعد منا جاهزين لهم. يعني ما تاخذني نحن من 160 دوله ما بعرف 180 دوله، نحن بعدنا من 24 دوله الاوبزرفرز بنقولوا لهم يعني نتفرج بالدبليو تي او منا بعد ممبرز. اوكي يعني اخر دوله فاتت افغانستان ل 2016 نحن البنان بعدنا برا الدبليو تي او. حل اذا بدك الرابع تحديث المواصفات، واللي بنور عم بيعملوا شغل مشكورين، بس اللي بنور بحاجه لجهازها يكون اكبر وفعال اكثر، لانه في عندنا بعض المواصفات المرتبطه بالغذاء بعدها قديمه على سبيل المثل، يعني مواصفات بعدها 99 نحن اليوم صرنا 2020 فالمواصفات بدها تواكب تطور تكنولوجيا الاغذيه. اوكي هذا حل على مستوى الدوله. هلا في فكره ما بعرف اذا هيدي ممكن الدولة تفكر فيها على مستوى الدولة. اليوم في شيء اسمه حماية تسمية المنشأ وحماية المؤشر الجغرافي. يعني اليوم أنت اليونان مثلا ما فيك تعمل فتة بلبنان، لأنه اليونان هي صار عندها الحق الحصري أنها تسمي هالمنتج فتة. أوكي نحن على مشكل الحمص. لا بس في ممكن نحن نفكر بأشياء. يعني اليوم الفتة البلسميك هو بس بيتصنع بمودنا بمنطقة إيطاليا. اوكي حطيت امثله كثير، في عندك اجبان مثلا بمنطقه اسبانيا، هيدا اجبان شكلها ممنوع تتصنع الا من الحليب الغير مبستر، بده يكون ني. اوكي في كثير انواع مؤشرات جغرافيه مثل الشامبان مثل الكونياك مثل كثير اشياء. نحن بلبنان مثلا كثير مشهورين بالكشك، فينا نسعى يصير الكشك ملبنان عنده مؤشر جغرافي انه كشك يعني شغل لبنان، ما حدا في يسمي كشك. فيك تشتغل على العرق، فيك تشتغل على شنكليش، فيك تشتغل على الجبنة الظرفية اللي بنعملها نحن وهيدا من تراث أجدادنا، جبنة ظرفية اللي بتنعمل نية بظرف المعزة. في كتير ننبش على أغذية نشتغل أكيد على مستوى العالمي ونجي نعمل حلول إنه هذا الاسم هذا بخص لبنان بس ما حدا في صنعه. يعني اليوم أبرص عم تسعى تتصير تسمي الحلوم، لا ما حدا بالعالم في يسمي حلوم غير أبرص. اوكي هذا كمان فكره ممكن واحد يطرحها على مستوى العالم كتسميه خاصه بالمؤشر الجغرافي بلبنان. هلا كمان الدوله اليوم لا تقدر تصدر، لا تقدر تسافر، شو بدك دولار على الباسبورك فيزا، بدك فيزا. اليوم نحن اذا ضلينا ننتج على اللو سكيل ما رح نقدر نطلع لبرا. اليوم الدوله وفي عندها جهاز دوله اسمه ايدال، يعني هذا بشجع الاستثمارات، والإيدال كمان بيعمل شغل بيساعد هالمزارعين وهالمصنعين الغذائيين يحصلوا على القطع. نعم. هيدا قصة التسويق او التسويق للتصنيف اللبناني شفناه وقت كمان تسويق النبيذ اللبناني بالعالم. طبعا يعني على انا ما عم بقول ما في شيء، انا سؤالي يعني هيك قصدي يكون الشغل، يعني أكيد تسويق الشغل. المنتوجات اللبنانية اشياء ديفالور نعطيها قيمه ونركز عليها. مش كل شيء يعني امبوديتو نحط بتعتبر كانت الخطه تنبيد ناجحه أصلاً. طبعا نبيدنا نحن معروف، في نبيد فرنسي في نبيد الايطالي في نبيد، وليش لا نحن ليش ما ركزنا على قصص بيور لبنيز قصدي. اوكي نحن قوايا بنبيد نحن ليش قوايا بنبيد؟ لانه نحن بلد مشمس. بس كون عندك شمس النبيد بصير العنب بصير في سكر زياده، فاذا التخمير تبعه بصير احسن، يعني بصير الفالور تبعه احسن تخمر كل ما سكر زياد عندك. واي نوت يعني في يكون نبيد في يكون العرق. اوكي هذه الامور كلها سوا. كنا عم نحكي عن موضوع الفيزا اللي هي الشغل على المواصفات العالميه. اليوم في مواصفات عالميه للزراعه مثل الجلوبال جاب اسمها، هيدي شهاده بياخذوها المزارعين. بس اذا انت معك مزارع عادي ومزارع معك الجلوبال جاب، انت صار معك فيزا انترناشونال. اليوم اذا انت عندك جلوبال جاب على منتجاتك، انت هل الجلوبال جاب منها هيني؟ يعني انا بشتغل بهالقطاع هذا استشاري وتدقيق، تاخذ جلوبال جاب في عندك نقاط بدك تعبيها، 200 نقطة بدك تعبيها. يعني الشغيل عندك المزرعة بده يكون عنده تواليت وينام منيح وعندك خطة طوارئ، يعني مش مثل ما نحن الزراعة انه مزارع ما تاخذني انه قرار يعني الكواليتي فاليو تبع حياته واطية، لا
في متطلبات، واذا اخذنا هالمزارعين رفعنا لهم شانهم يعني واعطينا وصلنا لهم ليأخذوا شهادات هيك، في شهاده الايزو، في دي ار سي، في اي اف اس، هودي للمصنعين الغذائيين. فاذا اليوم نحن قدرنا نوصل او نساعد هالمزارعين والمصنعين ياخذوا هيك شهادات، بكون اعطيناهم فيزا ليقدروا يظهروا، وبالتالي شو بيجيبوا؟ فرش دولار. شك؟ طيب انا عندي سؤال هون استاذ انطونيو بالحلول. يعني اليوم الناس الشعب اللبناني خلينا نقول عم بيعاني من القدره الشرائيه، ما عادش قادر يشتري الاكل، وايضا في كثير مواد مش عم غليت يعني بسبب ارتفاع الدولار ما عم يقدر يشتريها، وايضا في قصص انفقدت بالسوق بالسوبر ماركت وبالاسواق انفقدت لانه هيدي القصص مستورده والمستوردين ما عم يجيبوا بقى لانه كمان الدولار غلي. هون الحل شو؟ يعني هون شيء سريع بهم هلا المواطن، انت عم تحكي بقصص كثير مهمه والحلول على مدى خصوصا بعد الحلول بعد في كثير اوكي على المدى البعيد، بس انا كان بدي الوقت، اذا اللبناني هون كيف بده يمر بهالازمه باقل خسائر ممكنه ويكون عنده امن غذائي مثل ما حضرتك ذكرت بالكوانتيتي وبالفاريتي، ويعني بهالازمه نحن حاليا اليوم الحل هو على مستوى القدره الشرائيه، ما في حل غير ثاني. اوكي زرع خفف من انه يشتري، بس ما اللي زرعوا حقه المصاري كلفوه. اوكي اليوم بدك تشوف قدره شرائيه. اليوم تعرف بالدراسه اول سلايد شفناها مين اخر دوله بالتصنيف الاخير؟ فنزويلا بالامن الغذائي. ليش فوق شوي؟ لا نحن تحتها تحت. ليش نحن تحتها؟ حتى مش عاطين بعض معلومات ليدرسونا، لانه قديش بتسوى عملتهم اليوم، خلص صار ما بعد الدواء صاروا بيزنوا. بس حضرتك الحلول هلا عم تخبرني اياها هي حلول شوي بدها وقت، وصلنا لحلول يمكن هلا سريعه. اوكي الحلول السريعه. اوكي حكيت عنه انت استصلاح الاراضي. هذا بفيد نحن اليوم نص البقاع غير مستصلح، فينا نبلش نزرعه، هذا وصلنا له هلا. نحن قدامنا بحر يا استاذ توني، بحر ثروه. شو بدي بالملح؟ حكينا عن الملح على سبيل النكته انه نحن شرونا الملح، بس نحن في ثروه حيوانيه. اليوم في مهن، في عيال عايش اليوم من السمك. انا ابن البترون بعيشوا من الافه، بينزل الصياد وبيجيب افه. ليش ما هالانتاج هذا بكبروه؟ نحن عندنا بحر، ليه ما بنشرعن الاستزراع المائي بنسميه الاكوا كولتور، يكب كيجز يكب افف على مستوى كبير. بس عندنا هالثروه بالفعل، هلا نحكي مزبوط عندنا هالثروه ولا أكيد هربت من وراء؟ اكيد عندنا، ما انا جايب حلول ثانيه. اليوم فينا اليوم نجيب اعلاف ونعمل كيجز، نحن عندنا مياه اقليميه، ما هيك فيها نزرع فيها كيجز، والكيجز نربي فيه اسماك. وكيف بتبيع عرض؟ بتبيع شقفه من المي، انت استثمر هون، ليش لا؟ ايه بس انا قصدي سؤالي هون بهذا الموضوع الحل اللي هو كثير مهم، بينجح هذا الشيء عندنا؟ لانه كمان في عوامل ثانيه، انه في عندك المجاريب بتصب المي، في عندك الاستملاك، يعني في يعني ما بدنا نكون نيجاتيف، ما بدي نكون نيجاتيف، نحن بدنا بس نكون نفذ القرار يا شباب، نحن نوصل. لا ما في، بدنا نجيبهم ونرجع للسمكات. يعني نحن ما فينا نقول لانه فينا تلوث ما بنعمل شيء، لا بدنا نكون عندنا هالخطه، عندنا هالهدف، بدنا نحن نبلش موضوع الاستزراع المائي، زراعه الاكوا كلتور بالبحر. شو بدنا يا شباب؟ يمكن بدنا قوانين، كيف اليوم بدك تملك شقفه مي؟ ما فيك، بدك قانون، نحن بنحطه على طاوله المشرعين. اوكي فاذا في هذا موضوع كثير مهم. اليوم في بواخر عايمه، في مصانع عائمه، مصانع الطون ومصانع هودي المعلبات اللي بنشوفها المستورد 30 مليون دولار، هودي شو؟ هودي مصانع بتزرع بتجيب اسماك وبتصنعها وبترجع بتعلبها وبتوديها عن الباخره كلها سوا. فاذا هذا حل انا بالنسبه لي استراتيجي وسريع يعني وفعال. ايه ليش؟ ما عم بقول لك اليوم في عيال عايشه، اليوم في شخص عنده افه بكبها بيرجع بشيلها، بروح على الفلوكه بيصيد وبيجيب. طيب نكبر له السكيل تبعه، نكبر نشتغل بهالمواضيع هيدي. الاستزراع المائي كثير مهم، كثير مهم. اوكي اوكي اذا بدك على موضوع القطاع الخاص، اليوم الشان اليمونتير السلسله الغذائيه، اولا موضوع المسالخ. اليوم بتعرف شو بيطلع نفايات من المسالخ؟ دم وعظم وجلد وريش. اليوم فيك تبني مصنع وتعمل من هالمخلفات هيدي للمسالخ سماد، يعني ايه سماد واعلاف ترجع بتطعميهم. اليوم عم فكر لك بالصوره كلها سوا، انك تجيب زباله المصالخ، البقر والدجاج والدم وكلهم سوا، تطبخهم تعمل منهم اعلاف وتكبهم بالمشروع اللي عم لك عنه للسمك بالبحر. بطل كب زبالة، عم تكب اعلاف لالهم. كيف انت بالبيت بتحط الاكواريوم هالماده الجافه بتكب لهم اياها، بتسيطر عليها، يعني تعمل زراعه مائيه كثير واضحه. فاذا موضوع المسالخ، بعدين هيدا المسالخ فيها تطلع برودكتس ما بتحلم فيها، فيها تطلع بايوفيول، يعني محروقات لانتاج الطاقه، بيولوجيكال حيويه.
فيها تطلع أسمدة، فيها تطلع صابون، فيها تطلع كتير إشي شمع. أوكي، فإذا هودي حلول لا مخلفات، نحن ما بنحسب الحساب زبالة بتروح. شو يمين يشيل مش الزبالة عملتنا أزمة طويلة عليها، بندفع عليها أكيد، بندفع عليها. اليوم هيدي حق مصاري، في فاليو، في نيوتريتيف فاليو، في قيمة غذائية للزبالة بموضوع المسالخ كتير مهمة، هيدي فينا كمان يشتغل عليها. هلا إذا بدك على موضوع قطال خاص، إذا معنا وقت، في عنا كتير صناعات نحن مش موجودة بلبنان. يعني نحن معنا صناعة حليب بودرة، عارف؟ معنا حليب بودرة، عنا حليب وأجبان بلدية وهالخبر اللي صار، بس حليب بودرة مش موجود. ودائما نستورد 70-80 مليون دولار. طيب ما حدا فكر، بكون فكروا بس طلع انه حليب الطازه بلبنان الليتر ب 1000 ليره ببريطانيا ب 500 ليره، شو بدي بهالشغله؟ هون الدوله بدها تساعد القطاع الخاص انه كل شيء بيشتغل بالزراعه والصناعه تخفف له تكاليفه، اراضي، طاقه، استثمار، ضريبه، كلهم هول. اذا الدوله تاخذ يعني اجراء وبتاخذ مبادره، كل بيتحمس، كل بيتحمس البزنس مان. يا عمي هلا نحن بيجينا بزنس مانيه، بتعرف شو بكونوا يشتغلوا؟ عم يشتغلوا بالعمار، بدقوا لنا انه بدنا نعمل مشروع زراعي، بيشتغلوا بالطاقه، خلص ناس عم تفكر ترجع تفكر تستثمر بموضوع الزراعه، ونحن لازم نساعدهم. فاذا بدك نصنع تصنيع الزبده، تصنيع المعكرونه، تصنيع الذره، تصنيع استخراج كثير اشياء فينا نصنعهم، الفواكه المجففه كثير مهم هالمواضيع، المعلبات، الزيتون، احنا كثير معروفين بالزيتون. يمكن كثير عم نستورد من تركيا، ويعني احنا فينا احنا عندنا من تركيا بنستورد كثير الاشياء للاولاد، يعني كل شيء كانديز، كل شيء بسكتس، كل شيء سوسات. اليوم شو بنقصنا نعمله نحن هون؟ في مصانع لبنانيه بس. طب انا البسكويت اللي بيجي من تركيا عم ينباع ب 500 ليره او ب 1000 ليره، وايضا بسكويت لبناني عم ينباع ب 500 او 1000 ليره. صح. طب ليش هذا؟ يعني هذا مستورد، يعني هذا قد ايه كلفته بتركيا ومستورد فوصل على الدكان ب 500 او 1000 ليره؟ ليش؟ يعني تكلفته اقل كثير من المنتوج اللبناني، ويمكن كمان النوعيه احسن، ما بعرف، ما بدي ريجاردلس. ايه انه ليش؟ ليش؟ انت عم تقول كلفته اقل، ليش؟ لانه هنيك مساعدينه، ساعدينه، ولا هو لانه البلاد كبير وفي عدد سكان اكبر، في يعني صرف للانتاج اكثر. اليوم الكلفه، انت شو كلفه مركبه من مواد اوليه ومن الطاقه ومن المكنات ومن المعدات، ما كله سوا هذا مدولر عنا اياه نحن، كله بدك تجيبه من برا، الكلفه عنا عاليه، بلس الكلفه اللي بدنا اياها من هون هي الكهرباء. قادرين نخفف الكلفه على المزارع كدوله او كقطاع خاص؟ قادر الدوله اكيد اكيد. اذا اليوم صار في تسكير للمزاريب، انا برايي اكيد. شن المزارية؟ شو هني ولا قديش هني؟ طيب اوكي. في موضوع حلول انا كاتب كتير، يعني موضوع المجلدات، موضوع البودرة، العصائر البودرة، مستورد كل شيء عصير بودرة نحن، ما بدنا نفوت بالماركات، بتعرف هذا البودرة بتحط له مي وبتذوبه معنا ايه نحن. اوكي، موضوع العصائر الطازج، يعني في بعض المصانع اخذوا مبادرة برافو عليهم، بس نحن ما عنا فريش فروتس عنا بلبنان كتير ليل، في حاجة عليهم من هيك قيمته غالية. اوكي، كثير مهم نبعد عن الاشياء الموجوده، يعني ما بقى نقلد حالنا انه فلان عمل هيك وبنعمل مثله، لا، في اشياء بعد مش معموله. حتى بالزراعه هيك، يعني اذا واحد زرع بطاطا بتحس شوف كل الضيعة زرع بطاطا. هذا على موضوع خلص وقتنا، لا في على موضوع القطاع الخاص بعد ما عندي او نوصل في في اشياء ساتوريتد، يعني مثلا البهارات، تشيبس، مكسرات، هودي صاروا ساتوريتد. خلينا نفكر بصناعات تانية، مش كلنا بنركض نعمل بدنا نعمل شيبس، كلنا بنعمل بذورات، في اشياء ممكن نعمل شيبس بس مش شيبس بطاطا. اليوم فيك تعمل شيبس مش مندر، فيك تعمل شيبس مش جزر، في واحد يفكر شوي يعني اوتسايد ذا بوكس مثل ما بقولوا. اوكي، هلا في على مستوى الافراد اللي حكيته انت، واحد بلش يزرع حد بيته على السطح، يعمل شويه بستان، يجيب له دجاجتين، يجيب له اذا بصل له معزيه او بقره، هون بكون عم يساعد على مستوى الفردي، بس ما عم نحكي هون على مستوى الماكرو والاستراتيجي. يعني على امل نوصل للحلول او نبلش بالحلول اللي حضرتك طرحتها، لانه هي الفكره انه نبلش اهم من انه بدنا قرار. بدنا قرار، هي هي يكون في قرار تنبلش بالحلول، ومثل ما ذكرت الحلول يمكن بسيطه، ويمكن بدها بس نتفه توسيع افاق عند اللبناني المواطن وحتى عند الدوله. شكرا لك استاذ انطونيو خباز المهندس، وحضرتك القيادي في حركه مستقلون. مشاهدينا، نحن وصلنا لنهايه حلقه لبنان اليوم، بتمام الساعه 2:30 نكون مع النشره الاخباريه المفصله.